صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صاحب شركة واحتجت إلى معدات للمصنع، فعقدت بيني وبينهم صفقة أن يحضروا لي هذه المعدات، هل إذا أحضروا لي هذه المعدات يلزمني أن أشتريها، وكيف أشتريها وهم بائعوا ما ليس يملكون؟ هذا وعد، وهذا ما هو بيع، ما هو بعقد بيع، هذا وعد، وعدوا في حضروا لك العينات، فإذا صلحت لك تشتريها، عندما تعاينها تشتريها، أما ما سبق فهو مجرد وعد ولا يلزم أحد. نعم.